العملية واضحة من خلال التواجد مسرح الجريمة، كانت تتواجد هي عبوة ناسفة وكانت ترقب الغايب، العلم يرصدوه يعني يوميا وطمئنا جميعا الغايب في خير، غايب محسن غالي في خير، وهكذا النبي المشوشي كلهم في خير وسلامة ولله الحمد، وهكذا في بعض الجرحى وان شاء الله تعالى نسال الله جل وعلا لهم الشفاء. وكان موجود كمين محكم للغايب في هذا المكان يبان في مسرح الجريمه. أيوة. بعد ما حصل الانفجار مباشره تم الرد من خلال الطلقات المتواجده على الاطقم من الجهه اليمنى والجهه الغربيه. نعم، كان في كمين محكم بعد ما تقوم عمليه الانفجار يستهدفون، وما تبقى من الافراد والجنود. نطمن الاخوه جميعا ان القائد في خير والنائبه في خير.